في 21 من يونيو 2013 ازداد رعب جماعات العنف الديني التي وجدت أمانها في كنف حكم جماعة الإخوان المسلمين، فلوحوا بسلاح التكفير في وجه خصومهم، واعتبروا الخروج على سلطة الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان خروجاً عن الدين نفسه. صرح عضو الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد بأن رؤوساً قد أينعت حان وقت قطافها، وأن قتلهم في الجنة وقتل المعارضة في النار، وهو ما استنكره الأزهر والمؤسسات الدينية. في حين حشدت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الجماعة الإسلامية كوادرها وأنصارها من مختلف المحافظات إلى ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، لتطلق ما أسمته مليونية دعم الشرعية تحت شعار لا للعنف. واعتبر طارق الزمر أن هذا اليوم فارق في مسار الثورة المصرية، لكن الغرض من وراء الاحتشاد في شوارع القاهرة كما بدا واضحا كان إرهاب المجتمع والمعارضين بما قد تصل إليه الأمور من مواجهات عنيفة بدت الجماعة وأنصارها أكثر استعدادا وحشدا من أجلها. على صعيد آخر وفي الأقصر كما في كثير من المحافظات، كان الرفض القاطع لتولي محافظين منتمين إلى جماعة الإخوان لا يزال يوقف سير الحياة بعدما حصر الرافضون مقر المحافظات وأغلقوها. على صعيد آخر، تظاهر عشرة العاملين في وزارة السياحة أمام مقر الوزارة بالعباسية منددين بتعيين وزير منتم إلى الجماعة الإسلامية، فيما هدد بعضهم بتدويل القضية برفعها إلى الأمم المتحدة.